نتابع معكم بشكل مباشر وحدة ميدانية من الفرق الميدانية للإغاثة تغادر هذا المعسكر. هذه صور مباشرة وحصرية للعربية. نحن نتواجد بقرب أحد المعسكرات التي أقامتها السلطات المغربية لإغاثة المنكوبين. هذه العناصر تابعة للجيش المغربي، القوات المسلحة الملكية المغربية تتجه الآن إلى أحد النقاط الميدانية للقيام بعمليات الإغاثة والبحث عن منكوبين. سرعة دفع المغرب بالقوات المسلحة الملكية المغربية لجهود الإغاثة ساعدت ربما على العثور على عدد أكبر من الناجين ومن الجرحى. نعم. طيب بداية عادل، هل هناك أي تقديرات لعدد من زالوا أو عدد الذين ما زالوا قابعين تحت الأنقاض سواء كانوا على قيد الحياة أم لا؟ تقديرات يعني للأرقام. بحسب جمعيات غير حكومية تواصلت معها العربية وبحسب شهادات في القرى المنكوبة التي لا تزال جهود الإنقاذ مكثفة فيها، فإن هنالك حديث عن تقديرات ما بين العشرات والمئات من المواطنين لا يزالون إما مفقودين بسبب عطاب في العمليات التواصلية عبر الهاتف أو أنهم لا يزالون تحت الأنقاض. زرنا البارحة بلدة دمرها الزلزال بالكامل، ونتحدث على الأقل عن 100 منزل دمرها الزلزال في إحدى القرى الجبلية. السكان يقولون إن عمليات التنقيب توقفت لأن إخراج جميع عائلاتهم التي توفوا، على الأقل 30 شخصا لقوا مصرعهم في هذا الزلزال، بالإضافة إلى عشرات آخرين من الجرحى جرى نقلهم صوب المستشفيات. نحن الآن في منطقة أقل ارتفاعا، كلما ارتفعنا صوب الجبال كلما كانت الجهود الميدانية أكثر تكثيفا أكثر نشاطا وتركيزا في الإغاثة، وكلما أيضا عثرنا على احتمالية وجود ناجين لا يزال البحث عنهم مستمرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.